الرئيس السيسي يشهد افتتاح أعمال التطوير بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكبر القبة. رئيس الوزراء يقول إنه سيتم مناقشة قانون لمنح علاوة 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإصداره. تواصل المرحلة الأخيرة لعملية إجلاء مدنيين ومقاتلين من شرق حلب، والجيش الروسي يعلن أنه قضى على 35,000 مقاتل في سوريا منذ بدء عملياته. الثامنة مساء في القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية شاملة تأتيكم من قناة النيل. أهلا بكم. أهلا بكم. اجتمع رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وعرض خلال الاجتماع تطورات إنشاء التجمعات والمناطق الصناعية. وأشار الوزير أنه بانتهاء هذا العام سيكون قد تم طرح 13.5 مليون متر مربع أراضي المناطق الصناعية، مقارنة ب 2.6 مليون متر مربع عام 2015، بالإضافة إلى طرح 5 ملايين متر مربع أراضي صناعية في مدينة العاشر من رمضان. كما عرض الوزير تطورات الموقف التنفيذي لإنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة خاصة في مدينة الجلود بمنطقة الروبيكي، آخذا في الاعتبار ما ستساهم به خطة نقل الجلود إلى المنطقة لتعظيم ما تتميز به من مزايا تنافسية. كما أكد الرئيس أهمية الإسراع في تنفيذ مدينة الأثاث بدمياط وفقا لأحدث النظم الصناعية العالمية. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح أعمال التطوير والتجديد للمجمع الطبي للقوات المسلحة بكبر القبة من خلال الفيديو كونفرنس، وأيضا المنشآت الخاصة بالمجمع الطبي للقوات المسلحة. ويشغل المجمع الطبي للقوات المسلحة 32.5 فدان، ويضم 1750 سريرا، منها 300 سرير رعاية مركزة و 120 سريرا مخصصا للغسيل الكلوي و 35 سريرا لغرفة العمليات. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة. قام بافتتاح المرحلة الرابعة لأعمال التطوير والتحديث بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكبر القبة، والتي تساهم في تطوير مستويات الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين من العسكريين والمدنيين في كافة التخصصات الطبية. واستمع الرئيس إلى شرح مختصر على ماكيت للإنشاءات الجديدة وأعمال التطوير الإداري والفني للمستشفيات والأقسام التخصصية داخل المجمع. وألقى اللواء أركان حرب عبد المرضي غريب رئيس هيئة الإمداد والتموين كلمة نشر فيها إلى توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بالتوسع في إنشاء وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية في العديد من محافظات الجمهورية وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وكذلك التعاون مع كافة أجهزة الدولة في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية والخدمية المقدمة للمواطنين، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية في الدفاع عن الوطن والمشاركة الفعالة في دعم مقومات التنمية الشاملة على أرض مصر. وشاهد سيادته فيلما تسجيليا تناول المرحلة الرابعة لتطوير المجمع بما يمكنه من أداء دوره في تقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة في جميع التخصصات الطبية لأبناء الشعب المصري.
ومن خلال شبكة الفيديو كونفرنس أعطى الرئيس إشارة التشغيل للافتتاحات الجديدة والتي شملت العديد من الأقسام داخل المجمع الطبي. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة امتلاك القدرة على التطوير في كافة المجالات الطبية من أجل الوصول إلى أرقى مستويات الخدمة الطبية، مع التأكيد على أهمية أعمال الصيانة والإحلال لضمان استمرار الخدمة الطبية بمستوى يليق بالمواطن المصري. وفي نهاية الافتتاح قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد عدد من الافتتاحات الجديدة بالمجمع الطبي والتي تعمل وفقا لأحدث النظم الطبية العالمية. هذا وقد وجه الرئيس السيسي الجهات المعنية بدراسة إنشاء كيان مؤسسي يعمل على توفير المعدات الطبية والأدوية لجميع المستشفيات الحكومية والجامعية والتابعة للقطاع الخاص. كما وجه الرئيس بدراسة عرض مستشفيات التكامل على المجمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق الاستفادة منها لزيادة حجم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مع العمل على إيجاد آليات فعالة لعلاج المواطنين غير القادرين. بعد ما كنا بنعمل الكلام ده للجيش بس، ان احنا نجيب مستلزمات طبية، معدات طبية، أدوية بشكل مجمع، وده ما كانش بيحصل قبل كده، بجبناها دلوقتي مجمع علينا على مستوى الدولة. وكنا ناقشنا مع بعض بعد كده، قلنا وحتى المستشفيات الجامعية من فضلكم الحقوا الركب ده، عشان ده في الآخر بيدينا فرصة للتفاوض ونحقق لكم أحسن سعر. يحقق لكم أحسن سعر، بقول للمستشفيات الجامعية وكل مستشفيات الدولة تستفيد من احنا. أنا عايز أقول لكم على حاجة، مفيش ما يمنع أن نعمل ده للمستشفيات بتاعة القطاع الخاص لو هم راغبين، لو هم عايزين. ليه؟ في الاخر انا بطلع الدولار ده من 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 فلوس مصر، مش مهم الدوله بتدفعهم، لكن حتى المواطن ده بيدفعهم من فلوس مصر، هيدبرهم لكن من فلوس مصر. لو اقدر اعمل له الخدمه دي هو هيقدر يخفض سعر الخدمه المقدم لو انا قدرت اعمل له الحكايه دي. ما اعرفش هل الموضوع محتاج ان احنا نعمل كيان صغير يبقى مسؤول عن توفير الحاجات دي للدوله. أيضا وجه الرئيس السيسي بضرورة العمل على رفع مستوى كلية الطب العسكرية ومعادلة شهادتها مع الجامعات العالمية، مع التركيز على إفادة طلابها للتدريب بالخارج. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة إدماج منظومة الطب المدني مع العسكري لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية في المجال الطبي لخدمة المواطنين. نحن محتاجين نطلع طلبة كلية الطب لأن هم يقعدوا يدرسوا ويتأهلوا بيتدربوا بشكل أو بآخر لمدة شهر اتنين تلاتة طبقا اللي ممكن تعملوه مع الجامعات اللي موجودة بره ديت. آخر نقطة كلمنا فيها إن إحنا قلنا يا ترى قدرتنا على إن إحنا نستدعي مدرسين من الخارج يكونوا موجودين معانا يعملوا الجزء ده مع مدرسينا، ونشوف. احنا عايزين نقول للناس ان المصريين قادرين على ان هم مصريين قادرين. يا ايمن صحيح، المصريين قادرين بجد وناس رائعين جدا جدا، بس احنا كمان نقوم بدورنا في اعدادهم الاعداد الجيد قبل ما نخرجهم. وجه الرئيس السيسي الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون لمنح العلاوة الخاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من أصحاب الكوادر الخاصة والفئات الأخرى التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية ولم تحصل على علاوات 7%، والتي تم صرفها بدءا من شهر نوفمبر الماضي بأثر رجعي اعتبارا من 1/7/2016. وقال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إن الحكومة ستناقش في اجتماع مجلس الوزراء المقبل مشروع قانون بشأن هذه العلاوة الجديدة، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإصدار القانون الخاص بتلك العلاوة. من جانبه أوضح وزير المالية أن علاوة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيستفيد منها 3 ملايين من العاملين بالدولة، على أن تصرف بأثر رجعي اعتبارا من 1/7/2016 وبتكلفة تقدر ب2.5 مليار جنيه. وحول قانون الاستثمار الجديد قال رئيس الوزراء إن اجتماع مجلس الوزراء الأحد المقبل سيناقش مشروع القانون بصياغته النهائية تمهيدا للموافقة عليه. ناقش قانون الاستثمار بقى احنا كنا عملنا يعني توزع على كل
الجهات وجالنا الردود على المقترحات المقدمة ونظام الحوافز اللي هيبقى موجود، وإن شاء الله في يوم الأحد هيبقى في مناقشة داخل المجلس ونوصل بإذن الله للنتيجة النهائية، وبعد كده نستكمل الإجراءات بقى مع مجلس الدولة ومجلس النواب إن شاء الله. وقعت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر مع المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر أسعد عالم الدفعة الثانية من القرض المقدم من الصندوق لمصر بقيمة مليار دولار، والتي تشمل دعما لبرنامج الحكومة الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات. وقالت وزيرة التعاون الدولي إن هذا التمويل سيساهم في دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي لدعم المشروعات التنموية التي من شأنها توفير فرص عمل وتعزيز النمو المستدام العادل، كما يدعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم، مشيرة إلى أن وزارات الكهرباء والبترول والمالية والتجارة والصناعة ساهمت في دعم البرنامج المقدم إلى البنك الدولي. أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على تقديم الدعم للعراق ولكافة الجهود الرامية للمحافظة على وحدته واستعادة أمنه واستقراره. كما أكد شكري خلال استقباله وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أن أكد متانة وعمق العلاقات التي تربط البلدين وضرورة تكثيف التعاون في شتى المجالات، معربا عن تطلعه لعقد اجتماع اللجنة المشتركة للتشاور السياسي على مستوى وزيري خارجية البلدين في فبراير القادم. يهدف التنسيق والتشاور بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية وكذلك سبل توفير الدعم لإعادة بناء العراق ومحاربة الإرهاب. من جانبه ثمن الجعفري دور مصر الداعم لكافة الجهود الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي، مشيدا بدورها الفاعل في مواجهة التنظيمات الإرهابية. وفي حوار خاص للنيل أكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري دور مصر المحوري في خدمة القضايا العربية ودعم العراق في محاربة الإرهاب. وشدد الجعفري على متانة العلاقات المصرية العراقية مشيرا إلى أن هناك ثوابت وثقافات مشتركة تربط بين القاهرة وبغداد، وأعرب الجعفري عن تطلع الحكومة العراقية إلى توسيع مجالات التعاون مع مصر في المرحلة المقبلة خاصة في المجالات الاقتصادية. هذا وسنذيع عليكم الحوار كاملا اليوم في 10:05 بتوقيت القاهرة. مزيد من التعامل في الحقل الاقتصادي، في الحقل الأمني، في الحقل السياسي، والتواصل المستمر بيننا وبين مصر وثبت. كما بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال لقائه وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري آخر المستجدات على الساحة العراقية وتطورات في المنطقة بشكل عام. وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية بأن الوزير العراقي عرض الجهود المبذولة من الدولة العراقية لمكافحة تنظيم داعش. وأضاف البيان أن أبو الغيط أكد دعم الجامعة للجهود الرامية لاستئصال الخطر الذي يمثله التنظيم الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، بما في ذلك في إطار معركة تحرير مدينة الموصل. استقبل وزير الخارجية سامح شكري كل من الدكتور أحمد سعيد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، والسيد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، والسيد اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشؤون العربية، والسيد النائب مصطفى الجندي رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالمجلس. وصرح المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد أن اللقاء تناول مختلف جوانب السياسة الخارجية المصرية وجهود الدبلوماسية المصرية على الساحتين الدولية والإقليمية. أكد شكري على أن الأولوية التي توليها مصر لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري والجهود المبذولة لدخول المساعدات الإنسانية لحلب ولدعم استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة. كما استعرض وزير الخارجية التحركات والجهود المصرية لجمع الفرقاء الليبيين للتوافق على اتفاق السخيرات والمحافظة على تماسك الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية. وفي اليمن أكد شكري حرص مصر على مساندة كافة الجهود المبذولة
للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة. وخلال اللقاء أكد شكري أهمية البعد الإفريقي في السياسة الخارجية المصرية وعلى انتماء مصر الأصيل إلى قارتها الإفريقية وحرصها على تعزيز العلاقات مع مختلف دول القارة في شتى المجالات، كما أشار إلى خصوصية العلاقة بين مصر وأشقائها بدول حوض النيل. تواصل هيئة الرقابة الإدارية ضرباتها ضد الفساد بضبط رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية حال تقاضيه مبلغ 200,000 جنيه رشوة من إحدى الشركات لإسناد أعمال توريدات لها. كما ضبطت الرقابة الإدارية اليوم مأمور ضرائب أثناء تقاضيه رشوة 100,000 جنيه نظير تخفيض ضرائب مستحقة على إحدى الشركات قدرها 4 ملايين جنيه. أكد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي على محورية الدور المصري في المنطقة ومكانتها القومية الكبرى في العالم العربي، وعلى أنها ستظل دائما الدعامة الرئيسية لأمن واستقرار المنطقة. وخلال إطلاع المخلافي لوزير الخارجية سامح شكري على أبرز مستجدات الأزمة اليمنية سياسيا واقتصاديا وأمنيا، أشاد في هذا الصدد بموقف مصر الثابت للشرعية في اليمن على الصعيدين الإقليمي والدولي بما يعكس فهمها العميق للأوضاع في اليمن. من جانبه أكد شكري على الأهمية التي تكتسبها هذه الزيارة نظرا لما تشهده اليمن والمنطقة بأكملها من تطورات وأحداث متسارعة، مشددا على حرص مصر على مساندة كافة الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخارجية بما يسهم في تحقيق أهداف وتطلعات الشعب اليمني الشقيق. تفقد لواء مجدي حجازي محافظ أسوان الأعمال الجارية لتنفيذ أكبر مشروع للطاقة الشمسية في مصر، وحرص المحافظ على القيام بزيارة ميدانية بهدف الاطلاع على كافة الجهود المبذولة مع القطاع الخاص لنقل معدلات التنفيذ. المشروع الذي يقع بالطريق الصحراوي الغربي أسوان القاهرة سيضم 40 محطة شمسية تنتج 2000 ميجاوات بواقع 50 ميجاوات من كل محطة بإجمالي 2000 ميجاوات بما يعادل 90% من الطاقة المنتجة من السد العالي لتدعيم الشبكة القومية الموحدة للكهرباء. كما يعمل المشروع باستثمارات تصل لحوالي 40 مليار جنيه وتوفر 20,000 فرصة عمل. وأكد اللواء أن تنفيذ هذا المشروع القومي يأتي في إطار سعي الدولة لزيادة الطاقة النظيفة المنتجة في مصر لدعم الشبكة الموحدة للوفاء بالاحتياجات الجماهيرية وأيضا المشروعات التنموية والاستثمارية. إلى الملف السوري، حيث وصلت إلى معبر الراموسة جنوب مدينة حلب السورية اليوم حافلتان تقلان نحو 100 من الجرحى والمرضى والنساء والأطفال من بلدتي كفرية والفوعة المحاصرتين بريف إدلب الشمالي. كما تم إدراج مئات المسلحين وعائلاتهم من أحياء الزيدية وصلاح الدين والمشهد والأنصاري في الجهة الشرقية لمدينة حلب باتجاه منطقة الراشدين جنوب غرب المدينة. من جانبها قالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن عشرات السيارات الخاصة وسيارات الأجرة والشاحنات مرت من منطقة الراموسة جنوب حلب في واحدة من آخر مراحل الإجلاء، حيث خرج أكثر من 4,000 مقاتل في سيارات خاصة، حافلات صغيرة وشاحنات صغيرة من شرق حلب إلى ريف حلب الغربي. مزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق دكتور أحمد حاج علي المحلل السياسي. مرحبا بك دكتور أحمد، وكيف تتابع عملية الإجلاء من حلب؟ نعم، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. الآن هذه الساعات تشهد
خاتمة العملية المعروفة بإجلاء الإرهابيين من الأحياء الشرقية من حلب. وأعتقد أنه في هذه الساعة بالذات ستمر آخر الحافلات التي تقل هؤلاء الإرهابيين. وقد قامت هذه العملية على أساس أن الخيار مفتوح بين أن يستسلم وأن تفتح المعابر أمامهم للذهاب إلى أي منطقة يريدون مع عائلاتهم ومع سلاح خفيف أو بين أن يواجهوا. دكتور أحمد، هل كل هؤلاء هم إرهابيون؟ يعني ماذا عن الأهالي؟ يعني كيف استعدت مثلا دمشق لاستقبال أهالي حلب الأصليين؟ أم أن كل من هو متواجد في حلب هم إرهابيون؟ لا، هم أهالي الأحياء الشرقية. كان قسم كبير منهم قد خرج من تحت ضغط وأسر القوى الإرهابية، وهناك يعني استعدادات كبيرة لوجستية للسكن والغذاء والدواء في حلب نفسها. أعدت كل هذه المشكلة، وأكثر من 40,000 تقريبا، لكن بقي من أراد أن يبقى في أحيائه الأصلية يبقى، حتى من المسلحين الذين يلقون السلاح ويعودون إلى الحاضنة الوطنية كذلك فتحت أمام فرصة. لكن الذي حدث هو محاولة تعطيل هذه العملية، لأن الفصائل كثيرة، أكثر من 50 فصيل وكل فصيل ضد الآخر، وأيضا محاولة تهريب بعض العناصر الأجنبية خاصة ضباط الأمن وخاصة من الذين لديهم أسلحة متوسطة أو ثقيلة. هنا جرت عملية تعطيل لمدة 3 أيام، لكن في النهاية تم الاتفاق على أن يكون هناك سيطرة للدفاع المدني السوري ولوحدة من الجيش الروسي ولإشراف أيضا من الأمم المتحدة، فاستقامت الأمور والآن فتحت الأفاق ليذهبوا إلى أي منطقة يريدون هم ومن أراد. ومن أراد أن يبقى فله حريته، وله أن يبقى وأن يعيش مواطنا عاديا في الأحياء الشرق. طيب دكتور أحمد، وأجزاء كبيرة من سوريا الآن يسيطر عليها يعني معارضة وإرهابيون أيضا من عناصر أخرى، هل ستكون هذه سيكون هذا هو مصير نفس المناطق بعد التخلص من المشكلة في حلب؟ هل ستدمر سوريا كلها لإخراج المسلحين مثلا من إدلب ومن الأماكن الأخرى في سوريا، أم أن هناك استراتيجيات أخرى ستتبع؟ هناك استراتيجيات وعنوانها في عنوانين أساسيين. الأول هو إجراء المصالحات. أولا العزل بين الغزاة الغرباء الإرهابيين، هؤلاء لا مجال، لا حوار معهم، يجب أن يخرجوا أو يتعرضوا للعمليات العسكرية أو أن يسلموا أنفسهم هكذا، لأن الطرق مسدودة أمامهم الآن تماما. ولكن هناك الآن أسلوب ومنهج واضح في إجراء المصالحات بدون إرادة. تدمر مثلا لن يصلح معها تدمر لها ما حدث في حلب، ستدمر سيدمر التاريخ السوري بأكمله إذا اتبعت نفس الاستراتيجية. هذه تدمر، أنت تعرف أخذوها في هذه اللحظة التي كانت قوات مسلحة وكل جهد في حلب سواء كان بالمدينة أو الريف. الآن حدث ما حدث في تدمر، وهي محاصرة من الخارج، ولكن أعتقد أن تدويرا سيكون لها يقوم على أساس أسلوب السلمي، بمعنى أن تجري مفاوضات للاستسلام وللصلح ولإعطاء يعني إذا كان في نماذج سورية أعطاهم حقهم في المعارضة وسوى ذلك. نتمنى ذلك حتى لا تضيع الأثار التاريخية في تدمر. الدكتور أحمد الحاج علي المحلل السياسي كنت معنا من دمشق، شكرا لك. أعرب المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا عن أمله في انتهاء معركة حلب قبل نهاية العام الجاري، مرحبا بالمبادرة وأي مبادرة تساهم في حل الأزمة السورية. وفي مؤتمر صحفي له من جنيف قال دي مستورا إن اليوم قد يكون الأخير في إجلاء المسلحين والمدنيين والجرحى من شرقي حلب، ويأمل في أن تكون نهاية المعركة بحلول أعياد الميلاد والسنة الجديدة. وأكد المبعوث الأممي عزم الأمم المتحدة إعادة إطلاق المفاوضات السورية السورية في 8 فبراير من العام 2017.
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن حملة الضربات الجوية التي تشنها بلاده في سوريا أتاحت القضاء الفرصة في القضاء على 35,000 مقاتل منذ بدئها في سبتمبر 2015. وقال شويغو إنه منذ بدء عملياته في شن الطيران الروسي 17,000 غارة جوية أصابت 71,000 مرة البنى التحتية للإرهابيين، وقضت بذلك على 725 مخيم تدريب و405 مصانع ومشغل لصنع متفجرات و1500 من التجهيزات العسكرية و35,000 مقاتل بينهم 204 من القياديين. أفاد المرصد السوري بارتفاع حصيلة الغارات الجوية التركية على مدينة الباب السورية إلى 47 قتيلا مدنيا. كان الجيش التركي أعلن مقتل 16 جنديا من قواته في هجمات مضادة لتنظيم داعش ضد القوات التركية بمحيط مدينة الباب السورية. غارات تركية جديدة على مدينة الباب السورية، تقول أنقرة إنها تستهدف معاقل تنظيم داعش الإرهابي، لكن هذه الغارات لم تمنع تنظيم داعش من تنفيذ هجمات دامية ضد الجيش التركي. أسفرت هجمات داعش المضادة عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش التركي، ما يرفع من حصيلة الخسائر البشرية لعملية درع الفرات التي انطلقت قبل 4 أشهر. استشهد 16 جنديا من قواتنا في شمال سوريا، بما قتل نحو 200 عنصر من داعش، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام من يهددون بلادنا، وسنفعل كل ما هو ضروري. وشهدت الأيام الأخيرة معارك عنيفة بين الجيش التركي الذي يدعم عناصر مسلحة من المعارضة السورية في معاركها ضد تنظيم داعش في مدينة الباب. فجأة بنزل هذا الصاروخ بتفجر قدامي، شفت انفجاره وحتى صوت برقبتي، وصلت على الدار كرفتي. الله وكيلكم، هذا مو مقر لا للدولة ولا شيء، هذا مقر انتاج خبز، خبز يعني فيك تقول عنه خبز ارهابي مثلا او شيء. وتوجهت القوات التركية الى مدينة الباب في ريف حلب بعد دعمها للمعارضة السورية في استعادة السيطرة على بلدات جرابلس والراعي، كما تستهدف عملية درع الفرات وحدات حماية الشعب الكردية التي تتهمها أنقرة بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه كمنظمة إرهابية. إلى الشأن العراقي، حيث قتل نحو 30 شخصا بينهم أفراد شرطة وعاملون في مجال الإغاثة في تفجيرات وقصف مدفعي بمدينة الموصل. وتبنى تنظيم داعش تفجيرا بثلاث سيارات مفخخة في سوق بلدة كوكجلي أسفر عن 23 قتيلا على الأقل، بينما قتل 11 آخرون في قصف عشوائي بقذائف هاون. في الوقت الذي يخوض فيه الجيش العراقي معارك دارية لاستعادة الموصل من تنظيم داعش، تعود التفجيرات لتضرب قلب المدينة من جديد، تفجيرات وقصف مدفعي داخل وبالقرب من الموصل، قتل وأصيب فيها عشرات الأشخاص من بينهم أفراد من الشرطة وعاملو إغاثة. ثلاثة تفجيرات متزامنة بسيارات مفخخة وقعت في سوق بلدة كوكجلي شرقي الموصل التي استعادها الجيش العراقي من قبضة داعش في بداية نوفمبر الماضي. فخخ بكوكجلي طقت العالم صوب الشضايع دمرت جثث بالقاع، والحمد لله والشكر. وبحسب بيانات رسمية فإن غالبية الضحايا من المدنيين في هذا الهجوم الذي أعلن داعش مسؤوليته عنه، مؤكدا أن العمليات نفذها ثلاثة انتحاريين. جانا 15 حالة، حالة 2 منهم يعني سيئة والباقي كلهم يعني شظايا بالجسم، بس أغلبيتهم ستيبل.
ويدفع المدنيون ثمنا باهظا للقتال في الموصل، إذ أفادت الأمم المتحدة بمقتل عدد من المدنيين وعمال الإغاثة في قصف عشوائي بقذائف هاون، ولم توضح الأمم المتحدة جنسية موظفي الإغاثة ولا المنظمات التي ينتمون إليها، بينما ذكرت أن القتلى المدنيين كانوا ينتظرون تسلم مساعدات عاجلة. نشرتنا متواصلة معكم وفيها أيضا ولكن بعد الفترة الاقتصادية، وزير خارجية فرنسا يقوم بزيارة إلى لبنان ويؤكد مواصلة دعم حكومة لبيروت. مشاهدينا إلى أهم الأخبار الاقتصادية في نشرتنا لهذه الساعة. نتحول إلى الزميل الأمير داود، تفضل أمير. شكرا لك منى، شكرا أشرف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار المال والأعمال وأهم ما نتابع فيها. وزارة السياحة تعلن عن تسيير 4 رحلات طيران جديدة أسبوعيا من ألمانيا لمدينة شرم الشيخ. أعلنت وزارة السياحة أن مدينة شرم الشيخ ستشهد بدء تسيير 4 رحلات طيران أسبوعيا من ألمانيا اعتبارا من 23 من ديسمبر الجاري. وأشارت الوزارة إلى أن تسيير المزيد من رحلات الطيران إلى مصر يعد بادرة طيبة تعكس ثقة الألمان في المقصد السياحي المصري، ويعتبر خطوة إيجابية نحو استعادة الحركة السياحية الوافدة لمعدلاتها، خاصة بالتزامن مع موسم الشتاء الحالي. جدير بالذكر أنه بذلك يصل إجمالي عدد الرحلات القادمة من ألمانيا إلى مدينة شرم الشيخ 5 رحلات أسبوعيا، بعدما قامت إحدى الشركات بتسيير أولى رحلاتها الأسبوعية من مدينة فرانكفورت الألمانية إلى مدينة شرم الشيخ في أكتوبر الماضي. قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إن مصر والعراق ستتوصلان لاتفاق بشأن استيراد البترول الخام العراقي لتكريره بالمعامل المصرية، متوقعا دخول الاتفاق حيز التنفيذ بحلول الربع الأول من عام 2017. وأضاف الملا في تصريحات لصحفيين خلال افتتاحه لمؤتمر منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك المنعقد حاليا بالقاهرة أن الكميات المستهدفة استيرادها من العراق تتراوح ما بين 1 مليون و2 مليوني برميل شهريا. الاجتماع 97 لمجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للنفط أوابك انطلق في القاهرة حاملا أجندة أعمال لاستعراض مشروعات التعاون العربي المشترك في مجالات صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات. العديد من قضايا النفط والطاقة والبيئة والتي تتطلب منا التنسيق وتوحيد المواقف خاصة في المحافل والاجتماعات الدولية، وقد تدارسها الأخوة الأعضاء المكتب التنفيذي مؤخرا في اجتماعهم بدقة وعناية، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها لمجلسكم الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا. 7 قضايا أيضا ناقشها الاجتماع، في مقدمتها مشروع ميزانية المنظمة لعام 2017 وأيضا بحث شؤون البيئة وتغير المناخ. كل دولة عليها أن لما توقع على اتفاقية باريس يجب عليها أن تواكب هذه الاتفاقية في يعني إنشاء المرافق الصديقة للبيئة. عندنا في دولة الكويت حنا الوقود النظيف. الجلسة المغلقة للاجتماع شهدت أيضا التمديد لـ3 سنوات مقبلة للكويتي عباس الفقي الأمين العام الحالي للمنظمة،
ما أدى إلى احتجاج رئيس مؤسسة النفط الليبي مصطفى صنع الله بسبب إغفال الاجتماع للترشح الليبي لوزير النفط السابق، ما أدى إلى انسحابه من الجلسة. دعوة للتنسيق للعمل العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها سوق النفط ومشتقاته الصناعية، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات المناخية وتأثيرها على الصناعات البترولية المختلفة. رمضان المطعني، النيل. توقعت مؤسسة مودز للتصنيف الائتماني أن تصب القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول في صالح البنوك المصرية، حيث ستدعم سياسة الشمول المالي والنمو الاقتصادي وتخلق فرص استثمار جديدة للبنوك المصرية. وكان البنك المركزي المصري قد اعتمد الأربعاء الماضي الإصدار الجديد من القواعد في إطار جهود الدولة لزيادة ربط العملاء بالقطاع المالي والتحرك في اتجاه اقتصاد أقل اعتماد على أوراق النقد. وأوضح المركزي أن القواعد الجديدة تسمح للمنشآت متناهية الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع والتحصيل من حساب الهاتف المحمول. تباين أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس في نهاية تداولات الأسبوع وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، قابلتها عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 300 مليون جنيه ليبلغ مستوى 608 مليارات و600 مليون جنيه بعد أحجام تداول قوية تجاوزت 3 مليارات ونصف المليار جنيه. تتضمن تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي إيجيكس 30 بنسبة 43%، فيما تراجع مؤشر إيجيكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1%. أعلنت المملكة العربية السعودية عن أول موازنة لها منذ الكشف عن خطة إصلاح اقتصادية ضخمة، متوقعة أن تشهد موازنة 2017 عجزا بنحو 52 مليارا و800 مليون دولار في تراجع كبير عن العجز الذي سجلته الموازنة السابقة. وستكون 2017 رابع سنة على التوالي تعلن فيها المملكة عجزا في موازنتها نظرا إلى الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار النفط، إذ فقد برميل النفط قرابة نصف سعره منذ يونيو من عام 2014. وكانت المملكة أعلنت في إبريل رؤية السعودية 2030، وهي خطة طموحة تهدف لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط الذي يشكل منذ عقود المصدر الأكبر للإيرادات الحكومية. نتحول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نما الاقتصاد في الربع الثالث من العام الجاري بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، مسجلا أفضل أداء في عامين وسط إنفاق قوي من المستهلكين الأمريكيين. وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي وصل إلى 3.5% بدلا من 3.2% في القراءة السابقة، وهذا هو أقوى نمو منذ الربع الثالث من عام 2014، وجاء بعد وتيرة ضعيفة بلغت 1.4% في الربع الثاني من عام 2016. ختام أخبار الاقتصاد وعودة من جديد للزملاء أشرف عبد العاطي ومنى الشايب واستكمال البانوراما. تفضلي منى. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا نتابع نشرتنا، وفيها الرئيس السيسي يشهد افتتاح أعمال التطوير بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكبر القبة. رئيس الوزراء يقول إنه سيتم مناقشة قانون لمنح علاوة 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإصداره. تواصل المراحل الأخيرة لعملية إجلاء مدنيين ومقاتلين من شرق حلب، والجيش الروسي يعلن أنه قضى على 35 ألف مقاتل في سوريا منذ بدء عملياته. اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو اليوم أن تشكيل حكومة جديدة ببيروت يؤكد
قدرة لبنان على القضاء على الإرهاب، وأكد إيرو على ضرورة بذل كافة الجهود حتى تظل لبنان خارج النزاع السوري، معربا عن أمله في أن تواصل السلطات اللبنانية الجديدة الحوار مع إيران والسعودية التي قال إنه سيزورها قريبا. واختتم وزير الخارجية الفرنسي زيارته للبنان اليوم، والتي تضمنت لقاءات مع الرئيس ميشيل عون ورئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه باري ونظيره اللبناني جبران باسيل. أقامت روسيا اليوم مراسم تكريم وطنية لسفيرها الذي اغتيل في تركيا في القاعة الكبرى لوزارة الخارجية الروسية إلى جانب العلم الروسي وأحاط به حرس الشرف. وتوالى كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف ووزير الخارجية سيرجي لافروف وكافة أقطاب النخبة السياسية من وزراء وبرلمانيين لوضع الورود أمام النعش. وقال لافروف إن أندري كارلوف الذي اغتيل مساء الاثنين وكان يشغل منصبه منذ عام 2013 وقع ضحية عمل إرهابي جبان ودنيء أثناء ممارسته واجبه المهني. مراسم التأبين هذه ستتبعها في وقت لاحق مراسم دينية في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو. أكدت الصين أنها تتابع اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لفريق عمله والتحول المحتمل للسياسة الخارجية الأمريكية بعد تسمية بيتر نافارو كرئيس للمكتب المشكل حديثا بالبيت الأبيض مجلس التجارة الوطني. ونافارو هو أستاذ أكاديمي وكان مستشارا لترامب خلال حملته الانتخابية وأصدر عدة كتب نالت شعبية، كما أنتج فيلما يصف فيه التهديد الصيني للاقتصاد الأمريكي بالإضافة إلى رغبة بكين في أن تصبح القوة الاقتصادية والعسكرية المسيطرة في آسيا. التطلع للعمل مع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب واستمرار الاحتفاظ بالأمل في إقامة علاقات صحية ومستقرة مستدامة بين بكين وواشنطن أمر استحوذ على اهتمام خارجية بكين مؤخرا. المتحدثة باسم الخارجية الصينية واتشان يينغ عقدت مؤتمرا صحفيا للحديث على السياسة الخارجية المحتملة لواشنطن مع بكين بعد اختيار ترامب لفريق عمله الرئاسي من معسكر الصقور. الصين كأي دولة أخرى تراقب عن كثب فريق دونالد ترامب ومستقبل السياسة عقب انتخابه كرئيس للولايات المتحدة، وأرغب في أن أؤكد أن الصين والولايات المتحدة تشتركان في مصالح مشتركة عديدة وأن التعاون هو الخيار الصحيح لكلا الجانبين. بيد أن موقف ترامب من الصين ما زال ضبابيا حتى الآن، فخلال حملته الانتخابية ألقى اللوم بانتظام على الصادرات الصينية لبلاده وتأثيرها على حجم الصناعة الأمريكية، متعهدا بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية. نأمل أن تتمكن كل من الصين والولايات المتحدة من بذل جهود مشتركة لحماية العلاقات الصينية الأمريكية الجيدة والمستقرة، ومن بينها العلاقات الاقتصادية والتجارية والتي يستفيد من ورائها مواطنون من كلا البلدين، كما أنها مساهمة في تنمية ورخاء العالم. وكان ترامب قد عين بيتر نافارو خبير الاقتصاد المعروف لعداوته للصين على رأس مكتب مجلس التجارة الخارجية التابع للبيت الأبيض، قائلا إن نافارو سيعمل على وضع سياسات تجارية ستساهم في خفض عجز الولايات المتحدة التجارية وستعزز النمو وتحد من انتقال الوظائف إلى دول أخرى. يشار إلى أن بيتر نافارو هو أستاذ في جامعة كاليفورنيا، وقد انتقد في كتاب ألفه بعنوان كيف فقدت أمريكا قاعدتها الصناعية الحرب الاقتصادية التي تقوم بها الصين وطموحها في أن تصبح أكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم. كثير من المراقبين اعتبروا تعيين نافارو بمثابة خطوة استفزازية لبكين الغاضبة أصلا من تهديدات ترامب بالتراجع عن سياسة الصين الواحدة التي تتبعها واشنطن حاليا. ونتحول في نشرتنا إلى أخبار الرياضة مع الزميلة إيمان الشيخ. إليك إيمان. شكرا لك إيمان. بالعودة إلى أخبارنا، نظم المتحف المصري مبادرة لطلاب المدارس الحكومية بمختلف المراحل التعليمية تحت عنوان التقويم والفلك عند المصري القديم.
وقد أكدت وزارة الآثار أن المبادرة تهدف لنشر الوعي الأثري لدى الأطفال وزيادة معرفتهم بتاريخ مصر الفرعوني لخلق جيل مدرك لأهمية الآثار المصرية. لقاء يجمع بين كبار الأثريين وطلاب المدارس في أروقة المتحف المصري ليكون تواصل الأجيال عنوان مبادرة الإرادة المصرية للتعليم والتعلم. المبادرة تستهدف تعزيز الانتماء لمختلف الأعمار في المدارس الحكومية والتعريف بالحضارة المصرية عبر التعلم التفاعلي. كانت الرسالة اللي احنا بنقولها لهم ده تاريخكم، دي أثاركم بتاعتكم، انتوا بلدكم رائعة، لما نزرع فيهم المبادئ دي وهم صغيرين لما يكبروا هيحافظوا على الآثار وهم هيساعدوا معانا في حماية الآثار وصيانتها. احنا عندنا 4 مدارس النهاردة بحوالي 100 طالب وطالبة، يمكن سيادة الوزير قال إن شاء الله 500 طالب هنستوعبهم خلال المرحلة الجاية. انتمائنا لمصر مهم جدا، بيبدأ من المراحل دي علشان ما يستقطبش الشباب بعد كده بأفكار خارجة للأسف الشديد أيا كان نوعها. البرنامج يلقي الضوء على علوم الفلك والتقويم في مصر القديمة من خلال جولات داخل المتحف المصري. أهم ما يميز البرنامج أنه كمان ليه دور تربوي غير الدور الأثري، اللي هو أولا بيعلم الأطفال إزاي يحافظوا على تراثهم، إزاي يبقى عنده ثقة بالنفس من خلال أنه هو صاحب أقدم حضارة. المشروع بدأ إن ترميم أو مساعدة المدارس، لكن لما دخلنا المدارس لقينا محتاجين نشتغل كتير على بناء نفوس قوية. الطلاب المشاركون في الرحلة أعربوا عن سعادتهم بهذه المبادرة التي عززت الوعي لديهم بأثار مصر على مختلف العصور. بدأت أنا وزمايلي كتير طبعا أدخل على الإنترنت وجبت معلومات كتير جدا. لما جيت هنا يعني انبهرت طبعا، انا كنت متخيل طبعا بس ما كنتش متخيل ان هي عظيمه كده الحاجات دي. التاريخ، ان الحضاره الاساسيه بتاعت مصر، الشعب المصري القديم ازاي بداوا حضارتهم الحضاره الكامله اللي قدروا يوصلوا بها لان هم يحولوا مصر الى دوله عظمى من الدول الاثريه. تقول وزاره الاثار ان التواصل مع مؤسسات الدوله يهدف للحفاظ على الاثار وصيانتها باعتبارها انعكاس لحضاره مصر القديمه. تعريف طلاب المدارس بالآثار المصرية العريقة هدف، وإن كان يعكس اهتمام الدولة بالأجيال الجديدة إلا أنه يحمل دلالة تؤكد أن تقدم الشعوب يأتي بمدى الحفاظ على تاريخها. أسماء حسن، النيل. وختاما لنشرتنا إليكم تذكيرا بأهم العناوين. الرئيس السيسي يشهد افتتاح أعمال التطوير بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة. رئيس الوزراء يقول إنه سيتم مناقشة قانون لمنح علاوة 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإصداره. وتواصل المراحل الأخيرة لعملية إجلاء مدنيين ومقاتلين من شرق حلب، والجيش الروسي يعلن أنه قضى على 35,000 مقاتل في سوريا منذ بدء عمليات. وللمزيد موقعنا على الانترنت nile.eg. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.